علي أحد ضحايا انفجار قنبلة وسط بغداد قبل 6 أشهر والتي فقد جراها القدرة على استخدام يده اليسرى. اليوم توجه إلى وزارة الصحة أين سيتم معاينته، وهو يعلق الكثير من الأمل على هذه الزيارة. أنا يعني أتمنى من الدولة العلاج، بس العلاج يعني لليد، بكت يسوي الأشياء يعني اليد اليسرى بكت يعالجونها أو يعني يقدمون أبسط شيء. إحنا هذا أتمنى من الدولة. هذا القسم يستقبل يومياً حوالي 100 مريض منذ عام 2005. مهمته هي فحص ضحايا الهجمات الإرهابية وتقييم إصاباتهم لتحديد تعويضات مالية لهم وفقاً لدرجة الإعاقة. بحسب الحكومة، وصل عدد المصابين خلال 5 سنوات الماضية إلى 127,000 شخص. العديد منهم يشكون من عجز دائم، ويتلقى هؤلاء الضحايا ما بين 300 و1,000 يورو. هذا غير كافي، خاصة وأن كثير من عوائل هؤلاء الضحايا هم عوائل فقيرة وتحتاج إلى مورد مستمر. كما ينص القانون الحالي على سماح للمصابين بالعلاج في الخارج، ولكن في الواقع قلة هم من يتمكن من الحصول على تأشيرة، وهي معركة والدي ميلاد التي أصيبت خلال عملية هجومية. التقرير اللي هو هذا مصدق من قبل وزارة الخارجية بالإنجليزي، وهذا التقرير بالعربي، ومقع به حوالي 11 دكتور ارسالها خارج القطر التي استفاد منها المنظمات الانسانيه، ارسالها خارج القطر وبدون جدوى. ماكو علاج بالعراق، تعبت تعبت، حد يساعدني، كله كذب، يكذبون. اتفق البرلمانيون على تعزيز حقوق المعوقين وإنشاء معاش خاص لهم، إلا أن الرئاسة رفضت مشروع القانون هذا، حاكمة بذلك على المعوقين بالقيام بالأعمال القليلة الدخل أو العيش عالة على أقاربهم.